هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في اليسار أو في الشمال أو مرة فيهما كليهما؟ نعم، فلا نأخذها بالساعة. نعم، الساعة ما نلبسها على اليسار ولا نجد الحديث خاتم تلبسها على اليسار تتشبه بالكفار، والرسول عليه السلام نهى عن التشبه بالكفار، وفيما هو أدق من ذلك كان يحب مخالفة الكفار. التشبه شيء والمخالفة شيء، فالكفار الساعة جت من عندهم لكن ما بيستعملوها إلا في اليد اليسرى، ولذلك جعلين مربط من هون. هلا من هون نحن صعب، لو عاملين حساب هن إلنا كان بيجعلون الزر من هون، لكن ما مقابلين لنا وزن. لكن إن شاء الله وتلك الأيام نداولها بين الناس. الدنيا هكذا، يوم لك